بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ، والتي تتضمن إفراج الفصائل الفلسطينية عن نحو 50 أسيراً إسرائيلياً من المحتجزين لديها، حددت تل أبيب بعض الملامح لخطة نقل واستقبال الأسرى، من بينها منع التواصل مع الإعلام. الإجراءات الإسرائيلية شملت أيضاً خطة لرعاية الطبية الجسدية والصحة العقلية ومبادئ توجيهية للضباط والجنود الذين ستوكل لهم مهمة استقبال الأسرى عند معبر رفح. الجيش الإسرائيلي نشر بعض المعلومات عن تنفيذ مهمات النقل بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر، وسيتكون الطاقم كل مروحية من 4 عسكريين وطبيبين وموظفين مدنيين، كما سيتم تزويد الأسرى بسماعات ضوضاء لتسهيل تجربة الطيران للنساء والأطفال المفرج عنهم وتوفير السلامة لهم، بالإضافة إلى توجيهات محددة لكيفية تعامل الجنود مع الأسرى بحسب تصريحات للجيش الإسرائيلي. ثم يتم إرسال الأسرى إلى أحد المستشفيات 6 التي حددتها إسرائيل لإتمام هذه المهمة، مع التأكيد على منع تواصل الأسرى وأسرهم مع وسائل الإعلام حتى يسمح لهم بذلك لاحقاً.